السلام عليكم ومرحبا بكم متابعينا الكرام الافاضل، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مالفين نجيب لكم دي شومبراكم شي، مالفين نجيب لكم دي طاب صالون مونجي دي صالون، ولكن اليوم حبينا نولو لكم لي بايو ولي زارجونت اللي خاوتنا للناس اللي راهم حابين ان كيت شباب وباهي. نبروبوزي لهم هذا الموديل اللي راح يكون في ارجونت كما راكم تشوفوا في دو بورت 2 متر 20 في الارتفاع 2 متر 15 تقريبا، وهنا راح يكون فيها ان بايو 1 متر 60 يعني يناسب اصحاب السكنات الضيقه. ونزيد نقول لخوتي اللي حابين طاب صالون مونجي مع هذا كي تنقول له ديسپونيبل باذن الله، والموديل اللي يحلى لك ويعجبك ان شاء الله. دونك هذا لو باي راح يكون فيه 4 تيروار، توجو ناكد على سلاسه الفتح وناكد على لا بروفوندور تاع التيروار وايضا النظافه ما شاء الله تبارك الرحمن. بيان سور انا راح يكون فيه دو بورت ابانو 4 بلو جالاكسي نوار، موتيف شباب وباهي اونكادري بلو بوات. كي نفتحوا خاوتنا راح نسيبوا مساحه تخزين كبيره، ايطاجير الشوم غلف بالالومنيوم. والله يبارك خاوتنا لا كانكيري هذه تقدروا تبدلوها، والبايو تاعنا يجي بالمفتاح ما شاء الله. نفس الشيء بالنسبه لهذا الكوتي، حاجه ما شاء الله يعني بايو والتخزين والامور ما شاء الله. عندنا هنا قاعده زجاجيه في الجالاكسي نوار، ملايه كبيره اونكادري كامل بلو بوات كيما راكم تشوفوا، وهذا الموتيف نفسه اللي راح نسيبوه فلو تاع لارجونتري تاعنا كيما راكم تشوفوا. راح يكونوا فيها دو بورت خاوتنا، راح تكون باربع واجهات زجاجيه، واحده زوج ثلاثه اربعه، يعني لي سيرفيس اللي يكونوا الداخل تعرضيهم بطريقه جميله سيداتي. والداخل راح نسيبو مرايه، راح نسيبو دو ايطاجير بزجاج، وراح نسيبو طاجير بانو كيما راكم تشوفوا. وهذه هي يعني ننتقلوا نزيدوا نشوفوا هنا ربي يبارك واش عندنا. عندنا ليكم دو ايطاجير شوم بالالومنيوم، والمفتاح توجور حاضر هنا خاوتنا، راح تكون بالمفتاح هنا بالمفتاح وهنا بالمفتاح وهنا بالمفتاح. نقدروا نسموه ان كيت سيكوريزي كما راكم تشوفوا فيه. بارك الله فيكم على المتابعه، اللي عجبو هذا الموديل يا حجزو، اللي ما عجبوش تبقى ذوق تاعك خويا العزيز. نقول له تواصل معنا في باريس صفحه، عندنا بليزيور موديل، ولكن صدقوني هذا الموديل ما كاش اللي ما راحش يعجبو. مرحبا بكم، رانا تشير فوق العويله تي باس راح يكلكو باب تي وان مخبر تحليل الدم. بارك الله فيكم على المتابعه، استغفر الله لي ولكم ربي، فارغ لبلاد نوب. سلام.